شكرا اخ امين الخبير. كلمه لخلد جز ساكن ايطاليا، المجد والخلود للشهداء والحريه للمعتقلين السياسيين. فؤاد الباز مناضل حركه 20 فبراير، عضو فرع جمعيه المغربيه لحقوق الانسان بسلا. ليس لدي اي انتماء سياسي كان او حزبي او تنظيم. بصفتي تاجر لبيت النداء ديال النقابات والجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. خرجت يوم 6 ابريل للمشاركه في المسيره السلميه المرخص لها من طبيعه الحال. وبما انني مناضل في حركه 20 فبراير، كان التواجد ديالي طبيعي بين المناضلين ديال الحركه نردد شعارات حركه 20 فبراير. وبعد مده تدخل القمر، وعندها تم الاعتقال وتعنيف المتظاهرين، وكان الاعتقال عشوائي. كان الاعتقال بتهمة تنظيم مظاهرات غير شرعية. من بعد ما شفنا المعتقلين، أنا ما قدرتش انسحب، لأن المناضلين يعني صراحة كان شوية انسحاب المسيرة انسحبوا منها. بقيت أنا ما قدرتش نشوف ولد حمزة هدي، كانت تضرب. أنا صراحة ما قاصرونيش باش من زيد شي حاجة ما كايناش. تضرب حمزة هدي، بقيت واقف تما كاينة. جا عندي جوج من الأمن، قالوا لي شنو تدير هنايا. قلت لهم أنني منين جاي من سلا. قال لي جاي من سلا وجاي دير لنا الشغب هنايا. قلت لي لا، هذه مسيرة مرخص لها، عندي الحق باش نجي لهنا. قال لي غتزيد معانا. قلت لي تفضل. طلعت لقيت مناضلين في الصافير. صافي بقينا هكذاك، ما تقمعناش. اللي تقمع داخل المسيرة، والهجوم كان داخل المسيرة. من بعد داونا المعتقل، داروا معنا تحقيقات، صورونا دور هكذا دور هكا، هزينا ورقة فيها حركة 20 فبراير، يعني هي التهمة اللي مرفقة. باش هما يعقلوا. قال لي واش عمرك صورتي؟ قلت لي أول مرة غادي نتصور. بقينا واقفين واحد المدة تنتظروا أن غادي يتصل بينا شي واحد ولا غادي نتصلوا به، ما لقيناش كيفاش نتصلوا. المهم بقات هكذاك، هبطونا داروا معنا، بقينا تنتظروا واحد الوقت. داروا معنا التحقيق اللي كان فيه بأن أنا كنت سادس واحد غادي يدار معاه تحقيق. يعني سولني شنو كنتي تدير؟ قلت لي انا جاي في مسيره. قال لي واش انت في حركه؟ قلت لي انا في حركه منذ 3 سنوات، وتنفتخر بانني في وسط حركه 20 فبراير، وتنتمي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وما عنديش انتماء. قال لي انني درت العنف هذيك. قال لي المسيره كانت سلميه، والناس المناضلين تنعرفهم انا مزيان، بعيد عليهم انهم يفكروا انهم يديروا العنف ولا هذيك. ومن بعد الاقوال نزيد على إضافة على ما قال الرفاق تبع الأقوال ديالهم، سينيت على المحضر بأنني تنكر هذاك الشيء اللي منسوب لينا. ومن بعد عطاني سينيت، قلت للرفاق ديالي بأنني سينيت على المحضر الإنكار، لأنهم كانوا رافضوا بأنهم سينيو. أنايا ما بغيتش نرفض الإنسانية، أن هذيك المسيرة كانت مرخصة. جاتني غريب أنه غيحط لي شي تهمة ديالها، يحط لي حشيش ميمكنش، سلاح ميمكنش، يعني غادي نسيني على محضر. يعني كلمه كانت تهمه انا قابله، يعني غادي يقول لي تهمه شعارات انا قابله، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي تقدر تخوفني من انني نسيني على ذاك المحضر. ماشي هذا المحضر انكار. وبقينا تما كنت 48 ساعه تنتسناو النهار الاول انه غادي يتصل بينا شي حد، محامي ولا شي حاجه. كان منع ديال الاتصال بيننا وخارج يعني المعتقل الى ذلك الكوميسارية. بقينا ما وصلناش للمعتقل، ودرنا واحد شوية من اللي شفناه وتعرفوا علينا، ما لقيناش. بقينا حنا مخلوعين، يعني ما كاينش اللي يتصل بينا، ما عرفناش المصير ديالنا فين غادي، شنو غادي يكون. وما غاديش نزيد على المناضلين، راه صرحوا بداك الشيء بالكريم. وشكرا. شكرا اخي فؤاد. الكلمة للاخت فاتحة، الام ديال المعتقلين ديال 20 فبراير حمزة. تحية نضالية لحركة 20 فبراير الصامدة، تحية نضالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل المدافعين عن حقوق هذا الوطن والمواطنين. أنا أم حمزة، المناضل حمزة ندي، الذي اعتقل 3 مرات بسبب الاعتقال ديالو، انتمائه إلى حركة 20 فبراير.
اللي حتى انا كنتمي اليه، وحتى انا تعتقلت جوج ديال المرات، مره في المسيره ومره عندي واحد المشكل وسط من مع الشرطه دخلوني وتعرضت للعنف، والحاله ديالي راه مشات ضمن في المواقع الاجتماعيه، راه كلها داعت، وخرجت من المخفر ديال الشرطه وانا فاقده الوعي والنص ديالي كله. المهم ما توصلنا لحتى شي حاجه، ما كل شيء الدوسي ولا لصالحهم، انا اللي وليت، انا اللي ضربتهم، وانا اللي عيرتهم، وانا كل شيء انا الدوسي ديالي مشى، وهم اللي مساكن ضربتهم وسط من المخفر، وهم اللي تعرضوا لكاع العنف اللي كاين. وعندي ولد اخر معتقل بلا حكم مده سنتين، بتهمه ملفقه من طرف الشرطه. اخر زياره ملي مشيت عنده لقيته متعرض من العنف من طرف الموظفين السجون، وبلغت اداره السجن بان ولدي راه متعرض للعنف. المهم انا راني عشت هذا الشيء، والحمد لله اللي عندنا وليدات وعندنا شباب اللي هما في هذه الحركه، وكنفتخروا بهم، وحنا ديما معاهم في النضال وغادين معاهم، ولو يوصلوا لفين ما بغاو حنايا مستعدين للشهاده، مستعدين للنضال، مستعدين للسجون. المهم حتى حاجه ما غادي تخوفنا من هذا النظام، ما غادي يخوفنا من حتى شي مسؤولين ولا حتى شي حد، ما غاديش نخافوا منه، لاننا حنا على حق، وما عمرهم غادي يحبطونا باننا خارجين، حنا على حق وديما اقوى منهم، ديما حنا الاقوياء لاننا خارجين على حق. وحنايا نطلبوا ان شاء الله باذن الله باش تحقق لنا كاع الطلبات ديال هاد الشباب اللي هما وسط اللي كيتعتقلوا دائما ملي كيخرجوا يطلبوا الحقوق ديالهم. ونتمنوا على الله بان الحريه للمعتقلين ديال هاد الحركه. وشكرا على تحيه نضاليه خاصه للام ديال المعتقلين الفبراريين، وليها كذلك مناضله فبراريه كذلك والصمود ديالها. الان كي توصلت بطلب يعني ديال الكلمه من الممثل ديال لجنه الدعم ديال المعتقلين ديال احداث الثلاثاء الاسود بتفلت. كتعرفوا بان راه كاين اعتقالات كثيره هذه الايام في تفلت، عطيني سخنا خبر بان البارح يعني اعتقلوا واحد سعد ديال المناضلين ديال الحركه الامازيغيه اللي كينظموا ذاك المسيره ديال التواد اللي غادي تكون نهار الحد المقبل، كانوا كيهيئوا وكيديروا رعايه لهذه المسيره، فاذا به تم الاعتقال ديالهم بالامس. اذا هي اعتقالات يعني في كل مكان، اما مباشره المناضلين ديال حركه 20 فبراير، او ديال المناضلين ديال الحراك الشعبي، او ديال المعطلين، وبحال هذوك المعطلين اللي تعتقلوا مؤخرا ديال السعود بهم، واللي قدموهم محكمة جنائية، يعني ماشي حتى المحكمة عادية بحال اللي كانت تدار عادة. إذا كان هنالك واحد الصعيد خطير ديال القمع في البلاد ديالنا، وطبعا هذا القمع حنا كنواجهوه يعني كحركة ديال 20 فبراير بالصمود وبالتحدي، وأننا يعني غادي نشاركوا إلى جانب كافة القوى يعني الديمقراطية في هذه البلاد من أجل التوقيف ديال هذا القمع، ومن أجل الأهداف يعني السامية ديال الحركة ديال 20 فبراير اللي هي القضاء على استبداد والفساد وبناء المغرب ديال الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. إذا غادي نعطيو الكلمة معنا كذلك يعني واحد من العائلة ديال أعراس مصطفى اللي هو معتقل مدة يعني بشكل تعسفي، واللي حنا دائما كنطالبوا عراس ديال هذا معتقل مع المجموعه ديال إذا كان كاين مزيان هذاك الفيديو ديال هذاك الفيديو ديال المسيرة مزيان، إذا كان عندكم يعني نشوفوه على الله أما ماشي نشوفوه. إذا الكلمة عند سميتو الكلمة غادي نعطيو الكلمة للأخ ديال
التنسيقيه ديال البار التنسيقيه ديال سلايلا بغيتي تاخذوا كلمه ما عرفتش كنكمل هذا عرفت عندي لا عرفت اذا اعرس الكلمه اخ اعرس الكلمه مازال عندنا كلمات ديال نعطيو للمسيح عن اللجنه ديال الدعم ديال المعتقلين ديال الاحداث ديال الثلاثاء الاسود في تفلت والتنسيقيه ديال الرباط والتنسيقيه ديال سلايله بغاو يديروا شي حاجه على كل حال نهار الثلاث مع حوالي ثلاثة جوج وثلث ديال النهار واحد المواطن صندوق نهار الثلاث 25 مارس سمعنا الاخبار ومشينا المدينة كاملة حاضرة كل شيء وقف صلق جهاز البث اللاسلكي اعلى نقطة في الكوميسارية بحوالي 40 متر فوق البناية ديال الكوميسارية إذا كان محضر صداع كبير المدينة كاملة خرجات كاملة الشوارع كاملين حركة المرور توقفات ماشي لأن المواطنين توقفوا ماشي لأنها تحت إكراه ديال شي حاجة ولكن لأن كاع الناس ديال المدينة خرجوا كيشوفوا هاد الحدث وكذا وهاد الحدث من بعد كنعرفوا أن هاد السيد هذا هو سميتو محمد المزديوي ومعروف في المدينة بالسوسي من بعد كنعرفوا من خلال الوثائق ورسائل وجهها الوكيل الملك كي يحط كي يشكي رجال أمن تزوه وخرجوا له على البيعة والشرية اللي كاين عنده ديال الوكيل والشرية في البورطابلات داو له في المرة الأولى 4 مليون والمرة الثانية داو له البورطابلات داو له كوميسار في تفلت إذا من بعد كنعرفوا أن هذا السيد هذا هو واحد الإنسان اللي جاي كيحتج بديك الطريقة كانت محاولة واحد الوقت الناس ديال البوليس اللي كانوا ديال المدينة واللي جابوا التعزيز اللي جابوها من الخميسات ومن المنطقة جمعوا كاع البوليس اللي يعني جابوهم من تما ولكن المدينة كانت خارجة كاملة واقفة كاملة في الشوارع تحتج وتستنكر بل أنها ولات كتردد شعارات ديال حركة 20 فبراير من بعد كاين تمكنوا واحد شي مناضل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حركة 20 فبراير أنه يوصل عند محمد بعيد عليه بحوالي 40 متر وكيتذكر معاه بحضور الأجل واش هذا ديالنا في الأول كانت الحكاية ديال أنا نسيت باغي نتظاهر ولكن من بعد كيأكد سواء بالهاتف اتصالات الهاتف اللي كانت كتتم معاه او بشكل مباشر وكان انا شخصيا وكان عندي هاد الهدف بشكل مباشر انني انا محمد من وليوي انا ما باغيش نتظاهر انا عندي مراتي وعندي جوج وليدات انا باغي يرجعوا لي رزقي وباغي الناس اللي كيتعداو عليا ولا تكرفصوا عليا وتكرفصوا على مراتي وكيل العام الملك ياخذ لي حقي يعني هذه هي الجمله اللي كان كيرصد بشكل مركز على كل حال من بعد واحد الوقت بعد بدا كيطيح شويه الظلام بدا البوليس بحال اللي باغي يفرق الناس يمشيو بحالهم ولكن الناس ما حتى واحد ما تحرك من بلاصتو بقات الناس محاصره الكوميساريه لمده واحد حتى جوي السبعه بعد جوي السبعه حتى محمد نزل من داك الباب جهاز البت اللاسلكي نزل منو وعلى بعد واحد 3 متر طاح وتفلس من رجلي راه في السبيطار الان
الخلاصة نركز أن نقول أن خلال واحد المدة واحد ساعات طويلة في فت تقريبا من 7 حتى 11 الليل والشباب يعني المدينة ما كانش البوليس، البوليس كيدخرجوا يضربوا بالحجر ويرجعوا للكوميسارية أو لا كيخرجوا يجريوا على الناس بالفاركونات كيبغيو يقتلوا بالفاركونات يضربوا بالفاركونات. كانوا الشباب كانوا كيبجوا الحجارة ديالهم للفاركونات اللي كانت كتبغي تضربها. ثم كان شوية ديال التراشق بالحجارة بين الشباب وبين البوليس واحد النقطة واحد واحد المدار كاين في تيفلت كبير والوسط ديال المدينة مع 11 الناس مشاو فحالهم الوليدات والشباب والناس اللي كانوا واقفين مشاو فحالهم يعني هكذا. من بعد اثناء الحركة الاحتجاجية اللي بدات من 3 حتى 11 الليل تم اعتقال 13 وبلغنا او بلغ الرفاق في الجمعية المغربية لحقوق الانسان 13 معتقل. من بعد كيتقدم الوكيل الملك 12 هذاك رقم 13 هو شي واحد شدوه من فوق عصا لدرجة انه داروا له غرزوه خيطوه داو الطبيب خيطوه وطلقوه ما قدروش يقدموا الوكيل الملك في ديك الحالة. من بعد كيكون كتشن حملة إعلامية كتركز جميع أغلب الصحف في مجموعة المواقع الإلكترونية أن محمد غينتحر أن المدينة عرفات تخريب عرفات حرق عرفات سرقة عرفات نهب عرفات كذا عرفات كذا عرفات كذا، حين أن مدينة تبلد ما عرفت لا سرق ولا تخريب ولا نهب ولا إحراق، بل أن هاو اللي دايرين بالكوميسارية الشارع الرئيسي، لأن الكوميسارية ما بعيداش على الشارع الرئيسي اللي كتعرفوه اللي هو في الطريق ديال الرباط، هذاك الشارع ما بعيد على سميتو على الكوميسارية إلا بحوالي 100 متر أو أقل، وبالتالي الكوميسارية متلاصقة مع القهاوي وملاصقة مع دكاكين ديال البيع والشراء وملاصقة مع المناطق ديال الأحداث اللي كانوا مسيطرين فيها عليها الشباب على مدى أزيد من 4 ساعات. هي مناطق فيها الهريات فيها كذا فيها كذا، يعني فيها تجار اللي كان راس مال مهم اللي كيروج في المنطقه اللي كانت اللي ما كانش فيها الدنس، وحتى واحد ما تمس حتى واحد ما تقاس حتى حاوت ما تمس حتى قهوه ما تقاس حتى جاجه ما تهرسات الا السيارات ديال الفاركونات لانها كانت في الطريق. اذا هذه الحمله هذه عشناها خلال بعض الاحداث من خلال الجرائد والمواقع الإلكترونية اللي كتكون بالتخريب وكذا وكذا. من بعد كيتقدموا هذوك 12 الوكيل الملك كيتم كيطلقهم نهار الجمعة، يعني كنذكروا على الثلاث الجمعة طلق 12 اللي تقدموا واللي تعتقلوا أثناء الأحداث. يوم 8/9 نفاجأ باعتقالات جديدة، 7 ديال الشباب، 7 ديال الشباب، واحد منهم تلميذ السنة الأولى بكالوريا، وثلاثة أحداث يعني ما عندهمش خل من 18 عام، وثلاثة اللي على كل حال عندهم 21 عام 22 عام 23 عام. كيتلفق لهم تهم على كل حال هذه القضية هذه ما عرفتش شنو التهم اللي كتلفق لهم إلا ديك التهم القديمة اللي كنا أما كاين من الحشيش حتى التوفر على سلاح ابيض حتى الهجوم الجماعي على الامن حتى الاعتداء على الامن الى اخره، يعني التجاره في المخدرات الى اخره، يعني كاع واحد اللائحه طويله ديال الاتهام ديال التهم اللي كينسبوها لهاد الشباب، واللي على كل حال هما هاد الشباب هادو تعتقلوا ماشي الاحداث تعتقلوا يوم 8/9 وبغي نقول اننا في تلك الساعه نعتبروا ان هاد الشباب هادو ما مسؤولينش على هاد الاحداث، ما كانتش احداث اللي كتستحق
الاعتقال في بلد كانت احتجاجات ديال المواطنين ونقولوا اننا شكلنا لجنه ديال الدعم لمسانده هؤلاء الشباب وللمطالبه باطلاق سراحهم وللمطالبه باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومن بينهم الرفاق ديالنا حركه 20 فبراير اللي كنعرفوهم على كل حال واللي ساندونا واللي على كل حال الرفاق ديال حركه 20 فبراير اثناء واحد الفتره ديال 3 شهور في تبلت كانوا يترددون بشكل دائم في مؤازرتنا. شكرا لكم. شكرا. مازال واحد طلب الكلمه يوسف من الاطر العليا المعطله. الله يخليك غادي تركز جوج دقائق تحية نضالية لكافة الإطارات والمناضلين والمناضلين والوسائل الإعلامية الحاضرة معنا. نبداو رجالا وصلتني كذلك رسالة أولا من فضل الرسالة التضامن ديالنا المبدئي للمشروع مع المعتقلين ديال حركة 20 فبراير. الإدانة ديالنا لهذا الإعتقال اللي كنسميوه إعتقال همجي اللي يعني الدولة ربما أنها وصلت لواحد المستوى ديال الحضيض في التعامل مع الحركة الإحتجاجية من خلال استهداف مناضلين في مسيرة عمالية جماهيرية مرخص لها. التلفيق ديال التهم يعني بواحد الاسطوره اللي هي تشبه الاسطورات ديال الغول وديال الجحا وما الى ذلك، يعني شي امور اللي هي بليده جدا. كذلك يعني الدعم ديالنا لهاد المعتقلين سواء في المحاكمات ديالهم او في اي عمل ممكن اننا نقدمه من داخل الحركه ديال المعتقلين المرتبطه بشوارع الرباط. حنا دورنا كذلك عندنا معتقلين جميع يعلم احداث الخميس الاسود اعتقال تسعود ديال المعطلين يتمنى الاطر العليا المعطله. كذلك التلفيق ديالهم ربما انه راه الخوت حركه 20 فبراير داير لهم رشق رجال الامن بالحجاره الى اخره، لكن حنا المواطنين ديالنا راه دايرين لهم قطع السكه الحديديه، الفوضى المؤديه الى قطع الطريق العام، تخريب الممتلكات العامه والخاصه، الاعتداء على رجال الامن العام بما فيهم البوليس والامن الخاص، المهم تهم جنائيه، تهم جنائيه ومتابعين وجلسه ديالهم 21، وحنا من داخل الحركه المواطنين بصدد تشكيل واحد اللجنه يعني ديال الهيئه ديال الدفاع عن المعتقلين ديالنا، يعني ربما هي الاعلان عليها بدا والتاسيس ديالها غادي يكون اليوم ان شاء الله في المقر ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان على الساعه الخامسه. هي دعوه مفتوحه لكافه المناضلين والمناضلات والاطارات السياسيه النقابيه الحقوقيه من اجل انهم ينخرطوا معنا في هذا العمل والدفاع على المعتقلين والتفكير لماذا اننا نشكلوا واحد الجبهه موحده ديال الدفاع على المعتقلين السياسيين المغرب كاملين وكاع المعتقلين ديال الراي العام. وكنشدوا مره اخرى الادانه ديالنا لهذا المثل هذه الاعتقالات اللي كنت ماشي كنت غادي نمشي رجعنا لسنوات الرصاص غادي رجعنا ترجعنا للقرون الوسطى. تحيه للمناضلين والمناضلات كافه اللي قدموا لنا الدعم وتحيه للجميع. شكرا بزاف. شكرا. الكلمه الصحفيه اذا كان شي اسئله حنا موجودين باش نجاوبكم على هكا لجنه ديال الدعم وكتنسيقيات ديال الحركه وكهيئه ديال الدفاع وكذلك شهود اللي عاشوا اعتقالات ديال استعمار. تفضل. هناك عدد محدد مضبوط لعدد معتقلي حركه 20 فبراير اجمالا. مراكش كلهم مراكش اليوم كنعرفوا 60 70 مراكش كلهم 150 واش كاين عدد مضبوط؟ والمسألة الثانية هل المسألة الأولى في مقرر الأمم الخاص بطريقة التعبير هذا الملف ولا نشوفوا الفيديو باش نعرف شنو وقع. الفيديو ما كاينش واش المسألة الأخرى مع الأستاذ المحاضرة غير موقعة شبكة بالبقالة بالنسبة لعدد المعتقلين نشرت الطريقة رقم مضبوط جميعا يمكن الجمعية المغربية الحقوق رقم مضبوط ولكن هما بعشرات ديال المعتقلين. بالنسبة للتهمة ديال التوقيع ديال المحاضر راه كاينين تسعود غير المحاضر ديالهم غير موقعة واثنين طبعا اللي هما بحال صلاح هما اللي المحاضر ديالهم موقعة.
الفيديو غادي نوجدو غادي نسيفطوها لك. الفيديو واضحة كان زعما الفيديو زين شفناه. تحية لهيئة الدفاع، تحية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحية للمعتقلين السياسيين المتابعين في حالة صراح. عندي واحد السؤال رفيق صادقو، على أن فهمتي التقديم ديال الرفاق غدا الوقت فقط يتقدموا الرفاق غدا في المحكمة ديال عين سبع، كذلك بالنسبة للمعتقلين السياسيين على أنهم كاين 9 ديال المعتقلين السياسيين وجوج متابعين في حالة صراح، على أن حتى الحملة التضامنية ديال المعتقلين خص تهم كافة المعتقلين السياسيين، لأنهم هما معتقلين تعتقدوا على قضية واحدة، على أن انتمائهم لحركة 20 فبراير، على أنهم كانوا مشاركين في المسيرة ديال 6 فبراير العمالية. ما بقاوش نزقوا في المعتقلين السياسيين، ما كل معتقلين تينتميوا للحركة ديال 20 فبراير ما يكونش تقسيم على أن هذا معتقل تينتمي لواحد الجمعية أو تينتمي لطرف معين، يكونوا معتقلين كاملين مو معتقلين الرأي، معتقلين على قضية واحدة، على أنهم مين تعتقلوا ميمشيو للمحكمة، على أن السؤال ديالي على أنه ما يكونش فهمتي الشونطاج في المعتقلين السياسيين، كاين معتقلين سياسيين كاملين. هادشي هو اللي بالضبط غادي تكونوا لاحظتوه داخل التصريح الصحفي ديالنا، هو أنه حنا ركزنا على هاد المعتقلين ديال 6 أبريل اللي هما كينتميو للحركة إجمالا للحركة ديال 20 فبراير، واللي المحاكمة ديالهم بدات نهار الثلاث اللي فات وغادي تستمر غدا. إذا كان نركزوا على هادو، ولكن الشعار ديالنا قلنا كفى من تلفيق التهم الزائفة الحرية الفورية لمعتقل 6 أبريل وكافة معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين. إذا باين من خلال الشعار ديالنا الأهداف ديالنا الأساسية في هذا المجال. كاين شي سؤال آخر؟ طبيعي كذلك نطلبوا نقول اليوم المعتقل 6 أبريل باعتبار رميه في الشتيت ومعروض داروا لهم بانهم انكروا القضيه ديال الاعتداء ديالهم على رضا الله، وفي واحد الجوز تصريح داروا لهم بانهم في نفس الوقت هما ملي وصلوا لقاو الشباكات بين حركه 20 فبراير وبين المناضلين ديال حركه 20 فبراير والامن. لذلك اعتمادا على ذاك الانكار ديالهم وبالتالي السلطة الملائمة اللي عند وكيل الملك قرر يقتلهم، ما هو من ناحية لأن هذيك التهم هي موحدة، وبالتالي إذا كان الأساس ديال الاعتقال هو محضر ديال المعاينة اللي هو تيثبت بأن هاد الموقفين كلهم كانوا متورطين وبالتالي كان ممكن أنهم يتابعوا كلهم بحالة الاعتقال، ولكن كاين السلطة الملائمة عند وكيل الملك اللي تعطي التقدير انه يعتقل ولا يطلق، اذا قرر باعتبار الانكار ديال هذوك الجوج القضيه ديال الطراشوق بانهم ما عنفوش رجال الشرطه وبانهم لم يتعرض ما عنفوهمش، بالتالي انكاروا هذوك الجوج. في الحين الاخرين داروا لهم في المحاضر الاعتراف بانهم بالفعل عنفوا رجال الشرطه واعتمدوا عليهم بالعصي ذلك وكيل الملك خطأ. تبقى لنا هذه كلها تخريجات وإخراجات ديال رجال الأمن اللي ما كيعرفوا بالخبايا ديالها إلا هما في الحقيقة، لأن حتى هاد الشيء باش يجيو يقولوا بأنه عكسوا الواقع، هما اللي هانوا المسيرة وهما اللي تعنفوا ضد الناس المسيرة كيولي العكس، يعني هذوك هما اللي هانوا يعني رجال الشرطة وهما اللي عنفوا رجال الشرطة، هادشي كافي. دونك يعني التخريجات والإخراجات ديالهم يعني شوف شنو هما اللي يعني شنو عندهم. تفضل، شكون اللي مازال باغي يدخل؟ كان ممكن تفضل. غنقرا لكم غير واحد العريضة
كتب لينا مع الليكس تحت طلبة المؤسسة تغيير النظام التعليمي الإطلاق صراحة ديال مناضل ديالنا أيوب بوضاد وكافة المعتقلين السياسيين ديال المسير. أيوب بوضاد ملقب ببارت سيمسون عنده 19 سنة هو من ضمن 8 ديال المعتقلين السياسيين اللي شاركوا في مسيرة سلمية مرخص لها ومنظمة من طرف النقابات المغربية. هاد الاعتقال لا مبرر ديال الشباب مناضلين ديال حركة 10 فبراير ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ديال اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي وأيضا ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تذكرنا بالعدد المرتفع ديال الاعتقالات السياسية في المغرب ديال 20 فبراير من 20 فبراير 2011 اليوم. هاد الرأي العام اللي تهز على هاد الشيء والدينامية اللي كاينة في انترنت خصهم يدفعوا لواحد كيفاش نقول واحد لا كومبان دو موبيليزاسيون اللي تكون عامة ووطنية الإطلاق صراح ديال كافة المعتقلين السياسيين في المغرب. المطالب ديالنا كاتحاد هما إطلاق سراح ديال أيوب بوضاد وكافة المعتقلين ديال المسيرة ديال السابري حكيم صروخ مصطفى الراس محمد الحراق حمزة هدي يوسف بوهلان أمين الكبابي فؤاد البات وأيضا كافة المعتقلين السياسيين المغاربة و لا غي دي بورسيو جوديسيير على رونكون وأيضا توقف التوقيف ديال الاعتقالات و لي شيف داكوزاسيون فابريكي المناضلين ديال الحركة 20 فبراير وأي واحد ولا منظمة اللي متمشيش مع شنو بغاو السلطات وأيضا تغيير ديال العقل الأمني في المغرب نطالب بتغيير العقل الأمني في المغرب توقف ديال القمع لا مبرر العنف الأمني والاعتقالات السياسية نطالب بالحريات ديال التظاهر سلميا وأيضا الحرية ديال التعبير والتعبير السياسي المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية ديال البلاد. شكرا. إذا كانت مازال شي مداخلة أخيرة؟ شي سؤال أخير يعني ديال الصحفيين؟ ما كانش. إذا خليني نشكركم على هذا الحضور ديالكم والصبر ديالكم من البداية إلى النهاية. الهدف ديالنا هو باش نأكدوا التضامن ديالنا مع هاد المعتقلين اللي هما مظلومين هما معتقلين بشكل تعسفي واللي خصهم يتم الإطلاق ديال السراح ديالهم فورا. الوقفة السبعة هاد العشية راه داينا الوقفة السبعة ديال العشية أمام البرلمان وغدا كاين واحد القافلة